إلا أنه وخصوصا في هذه الفترة بات الغرب يشنع على جميع الأديان وخصوصا الدين الإسلامي منه، لأنه يعلم كل العلم بأنه الدين الحق. إلا أنه لا آمر بالمعروف ولا ناهي عن المنكر، بل تركوا على غيهم من دون تنبيه على الإطلاق، أما يأسا منهم أو خوفا منهم، وكلاهما خطأ، وخصوصا بعد معرفة أن الكثير منهم ينعق مع كل ناعق لا أكثر من ذلك، حيث أن إيمانه بالدين الفلاني أو العقيدة الفلانية لا عن يقين ولا عن إدراك، بل اتباع للعرف فقط. إذن فنبين لهم من الإسلام بعض الأمور التي قد خفيت عنهم بصورة أو أخرى، بل قلبوها لهم وجعلوا منها سداً منيعاً حتى لا يدخلوا في الإسلام، وأخرى جعلهم من الإسلام إرهابياً. فمتى كان من يرهب عدو الله هو إرهابي؟ ألم تسمع قوله تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ فهذا معنى يخوفهم. ومنه ما ورد عن الإمام المهدي عجل الله فرجه، إنه منصور بالرعب. وأتصور أن الرعب أشد من الإرهاب، والإرهاب مصدر الترهيب، ولذا فلا يتصور الغرب الكافر ومحبي الحروب ومبغضي الشعوب أنهم بذلك سينتصرون على الإمام المهدي عجل الله فرجه بالإرهاب الذي هم له فاعلون. فإنكم مهما فعلتم لم تصلوا ولن تصلوا إلى درجة الرعب التي هو منصور بها. فإذا أرهبتموه، وهذا لا يكون بطبيعة الحال، فهو من شجرة ثابتة وفرعها في السماء، فإنه سيرعبكم ولا تستطيعون له رعبا، ولكنكم قوم تجهلون. هذا مضافا إلى أنه منصور بالرعب، أي أنه سينتصر. إذن فالنصر خط على جبينه المقدس لو صح التعبير، ولا محيص عنه على الإطلاق، ولا يمكن لما خط على اللوح المحفوظ أن يزول. ولهذا كثير من الأمثلة، لكن كلم الأديان على قدر عقولها لو صح التعبير. فأقول: ألم تسمع بقوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية؟ فأخلف الله وعده أما زال جسما أفأخلف الله وعده أما زال جسم هذا الطاغية الإرهابي موجود إلى الآن؟ ولم يجد العلم الحديث أي تعليل علمي كما يعبرون لبقاء جسمه. فهم نسوا الله فأنساهم الله أنفسهم. واعلم أنهم حتى بعلومهم علمانيين لا يدخلون الدين، فبحكمهم بطريق أولى أكيدا. وإني سمعت من السيد الوالد قدس سره، ولعلكم سمعتم، أن بعضا من العلماء يعللون ما يظهر علمائهم بطبيعة الحال، بعض علمائهم يحللون أن ما يظهر على القمر من وجه أنها جبال، وما ذلك إلا لأن علومهم بعيدة عن الدين والأخلاق والأمور المعنوية السامية، فيلجؤون إلى تعليلها بشتى الطرق اللائقة أو غير اللائقة، وأكثرها بل قد يكون جميعها غير لائق. فإن عقولهم قاصرة إلى أبعد الحدود، بحيث لا يمكن أن يتصوروا للقمر وجها، ولا يمكن أن يتصوروا أنه كما أن لهم وجها وهم أشد قسوة من الحجارة من حجارة القمر، فإن للقمر وجها أيضا. إضافة إلى أنهم حين يشاهدوه سوف يتذكرون أن هناك من يشاهدهم وستملأ قلوبهم رعبا، فذكر إن نفعت الذكرى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وبعد ذلك كله تبين أن علوم الغرب عبارة عن جهلهم ليس إلا، وإنهم كما قلنا سابقا ينظرون بعين واحدة من هذه الناحية أيضا، وهي العين المادية فقط، فليس عندهم ما يسمى بالكرامة أو المعجزة أو ما ينفونه من الخوارق
إلا بعض العلوم التي يفسرونها حسب ما يشاءون، ويصورونها أنهم ويتصورون أنهم اكتشفوها كعلم البرايسيكولوجي وغيره، لا مجال لذكرها. وسأحاول إن شاء الله في خطبة أخرى إذا بقيت الحياة مناقشة بعض هذه العلوم. وقد خفي عنهم أن القرآن لم يغادر لا كبيرة ولا صغيرة إلا وأحصاها، إلا أنهم في أذانهم وقرأ.